حققتي طموحاتك داخل النادي الأهلي ومع المنتخب ولا لسه؟ الحمد لله حققت حوالي 90% منها، ناقص بقى 90% اخر واحده ان شاء الله، ناقص اخر حاجه بقى الاولمبيكس بتاعت السنه الجايه ان شاء الله. انت اتكرمتي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مظبوط صح؟ ده كان امتى؟ دول كانوا ثلاث مرات، ثلاث مرات من رئيس عبد الفتاح ومره من سيد انتصار السيسي. والله دي كانت امتى؟ سيد انتصار كانت في مؤتمر المراه في يوم المراه العالمي، تمام، و سيد الرئيس كان في 2016 عام الشباب، وفي 2018 بعد دورة ألعاب بحر المتوسط، و 2020 2019 بعد دورة الألعاب الأفريقية. فاكرة أي مواقف حصلت أثناء التكريمات دي؟ يعني في حاجة، يعني في حد قال لك حاجة، في موقف ما تنسهوش وانت رايحة على التكريم، تفتكري ايه اللي جه في بالك ساعتها؟ كل اللي جه في بالي ان يعني الحمد لله ان انا عملت انجاز استحق ان انا اتكرم من اعلى حاجه في الدوله اللي هي رئاسه الجمهوريه. فالحمد لله كنت مبسوطه وكنت بشكر ربنا وبقول يا رب يعني زيد كل الناس مش انا بس يعني.